حاجات كتير بنرددها من ايام الفراعنه. احنا معانا كبير الاثريين الاستاذ مجدي شاكر علشان يعرفنا التفاصيل. احنا الاول بنرحب بيك من ارامنيوز. اهلا بحضرتك يا فندم. قولنا بقى ايه الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنستعملها في يومنا وهي بتخدم الفراعنه؟ الحضاره بتاعتنا هي ما حصلش في تغيير كتير. كل اللي حصل هو اختلاف في اللبس والعادات والتقاليد. احنا حضرتك في 13000 كلمه بنتكلمها من الكتابه المصريه القديمه، يعني ما زلنا لغايه دلوقتي من اول ما حضرتك يعني بتقولي لابنك او بنتك امبو وتاتا وزي كلمه هات الساحه دحمبو، كل دي كلمات عندنا احنا ما زلنا متابعه لغايه دلوقتي. حتى كلمه حضرتك انت ست، ست هي ست، مفيش اي اختلاف، فست هي ست كلمه بالظبط. ففي كلمات كتير جدا جدا احنا ما زلنا نستعملها في اللغه او في الكتابه، ما زلنا زي ما هي. ليه؟ لان حضرتك عارفه ان الجينات عارفه اللغه القبطيه حمت اللغه، او يعني كانت هي الناقل او الكوبري بتاع الحضاره او الايه الكتابه المصريه القديمه. فاحنا ما زلنا عدت ال40، عدت الختان، دبله الجواز، الورود، عيد الحب اللي بنحتفل بيه من يومين. اول قصه حب في التاريخ كانت فين؟ قصه ديزو ازوريس، هي اسطوره ولكن هي اشهر قصه حب. يعني ما فيش بعد كده ان ست وجوزها يتقطع ويتقطع ويتلموا تاني وبعدين تحمل منه. فهي قصه طبعا يعني قصه الحب اللي كانت من نفرتاري ورمسيس الثاني، اول قائد الجيش احمس نفرتاري اللي هي كانت بعد كده طرد الهكسوس، فكانت السيده كاول قائد الجيش، لدرجه كانوا بيدوها وسام اسمه وسام الذبابه. حضرتكوا اشمعنى الذبابه؟ معروف ان الذبابه ما بتبطلش زن، فهي بيدوها لها باعتبار ان الجندي المفروض ان هو في القر والفر، فالجندي بيشبهوه بالذبابه، فهم طلعوا لها ميداليه او حاجه نيشان اسمه نيشان الذبابه، وما زال موجود هذا النيشان حتى الان. فاحنا بنقول كل عاداتنا كل تقاليدنا كل مش بس الكلمات، يعني في كلها. يعني حضرتك تروحي مثلا شوفي احنا بنتكلمنا في الجواز، روحي حضرتك بالنسبه للايه للوفاه، هتقال لا احنا قعدت ال40 ما عاد فرعوني، لانه ارتبط بعمليه التحنيط، فبعد ما يحنطوا الجثه كانوا بيقعدوا 40 يوم في فتره التحنيط. فحدد كمان رقصه الموت اللي هي موجوده في بعض الدول، احنا كان عندنا رقصه موت، وبرضه السيدات دلوقتي بيعملهم في الصعيد تفضل تهز رقصه بطريقه معينه. الرقصه دي كانت موجوده اسمه كانت في مجموعه بيجيبوا ناس اسماء، ودول كانوا بيأجروهم ان احد دول، وكانوا يرقصوا برضه رقصه دينيه معينه مرتبطه بالموت. حضرتك لو شفت جدتك نفرتاري هتقولي مش ممكن الموضه دي بتاعتها. ايوه يا فندم، عرفت الكل احمر يعني الخدود والشفايف وتسجيج الحواجب، عرفت التوتو يا فندم والله، واللوحه مشهوره جدا. لو عرفت الازياء، عرفت الموضه بكل طرقها، عرفت ازاي الوش بتاعها مكياج كامل، يعني احنا لقينا ادوات مكياج كامل بكل ما تعنيه. فالمراه المصريه القديمه عرفت كل شيء وكان لها كل الحقوق وكان لها كل الواجبات. هنا بقى نتكلم عن الاساطير الفرعونيه زي مثلا امنا الغوله، ابو رجل مسلوخه، الحاجات دي حقيقيه؟ احكيها لنا. هي احنا ورثنا عاداتها. يعني حضرتك لو رحت الكرنك هتلاقي تمثال مشهور جدا اسمه الاله سخمت. سخمت دي كانت الانثى بتاعت الاسد. حضرتك تقولي اللي هي بنسموها اللبؤه، هي واخده شكل جسم سيده وراس اسد. ايه اللي حصل لي؟ احد كان الاجانب في القرن 19 واحد اجنبي راح الكرنك فلقى حجر عجبه، المهم ماشي وراه طفل، فالطفل ده ايه الحجر وقع فوق الطفل مات. فاعتقدوا لما راحوا يدوروا على الطفل ما لقوش جثته، اعتقدوا مين اللي كلته؟ هذه الايه السيد، فسموها بامنا الغوله. وتخيل من كلمه غوله في اوروبا تساوي كلمه الغوله عندنا. اما برجل مسلوخه ده فكان بإله جميل، احنا اكيد كلنا شفنا فيلم عادل امام اللي هو عريس من جهه امنيه، واللي قال عليه اله المسخره. ايوه كان عندهم اله المسخره. ايوه فانا عندي هذا اللي هو عندي بس ده الاله بس ده كان بياخد شكل افريقي، وشه تلاقيه مدور، تلاقي رجله قصيره، ملامحه زبوله ملامح ايه يعني تعبان، يعني ملامح قويه شويه. وبالتالي هم اعتبروه كان هو بيعتبر اله، كان بيعتبروه اله للموسيقى، وكان بيساعد الستات اثناء الولاده، وكان اله يعني كان دايما تشوفيه ماسك زي اله زي الجنك اللي هي زي اله زي يعني الجيتار دلوقتي. فهو كان موسيقى والمشهور والحب والحاجات دي، فكانوا بيسموه اله يعني ما كانوا بيحصل حفلات وكده فكانوا بيحطوه في وسطهم نوع من التبارك، وبالتالي اعتبروه اله للايه؟ اله للمسخره. وبالتالي وملامح رجليه ان رجليه عريضه ومقوسه فسموه ابو رجل مسلوخه، وكانوا بيخوفوا بيه الايه؟ الاولاد. فربطوا بين الشكل، يعني الامهات زمان كانوا لما يحبوا يناموا طفلهم كانت تقول له هجيب لك ايه؟ ابو رجل مسلوخه، لان ملامح شكله كانت بتخوف الاطفال الايه؟ الاطفال الصغيرين. بالنسبه بقى لعادات الجواز عند الفراعنه، ايه ابرز عادات الزواج هنا؟ زي ما بنعمل كده دلوقتي بالظبط. العريس كان بيروح يشوف العروسه، وكان الاول يقعد معاها نفس ما بيحصل بالظبط عشان يتاكد من جمالها، وكان عندهم قصص حب طبعا الاول كانوا بيخرجوا، والبيئه المصريه كانت بتساعد الحب. نهر النيل مع البرد مع اللوتس. تخيل حضرتك المصري لما جه اختار رمز لحضارته عمل ايه؟ اختار اللوتس. حتى اللوتس كمان ما اختارش اي نوع، في عنده نوعين من اللوتس، لوتس ازرق واللوتس ايه؟ ابيض. اختار الازرق ليه؟ الازرق ريحته اقوى. وحضرتك هتقولي سؤال مهم، هو اشمعنى اللوتس؟
يعني اختار الازهر. اللوتس معروف ان هي الزهره الوحيده اللي بتتم يعني بتتفتح بالنهار، هي بتنبت الاول في الانهار، بالنهار تلاقيها طلعت مع الشمس، وتو ما تختفي الشمس تختفي تحت الميه. وعروس النيل دي ده حقيقي؟ هي عروس النيل طبعا، النيل عارف حضرتك كان بالنسبه للمصريين كان شيء مهم جدا جدا، وهو كانوا بيقدسوه، لكن فكره ان يرمي انسانه ما حصلش. المصري كان بيحترم الجسم جدا وكان بيحترم الانسان جدا، وفكره عروس النيل دي فكره غير موجوده. انما هو كان بيعمل ايه يا فندم؟ هو كان في نوع من الاسماك اسمه سمك ألطم، كان بيعيش في النيل. السمك ده كان بيشبه شويه يعني الدولفين او الدولفين، فكان بياخد بعض ملامح المراه، فكان بياخد احد الاسماك الضخمه دي كان بتوصل طولها لمتر ونص، وكان يلبسها ملابس يعني زي المراه ويرميها في النيل. انما المصري لم يعرف التضحيه البشريه. احنا عندنا بعد الاسبوع الجاي في يوم 22 فبراير معجزه احنا ما زال على محتار فيها حتى الان. ازاي الشمس تخش جوه معبد 60 متر وتخش على 3-4 تماثيل تقف على 3 وواحد لا، اللي هي معجزه معبد ابو سمبل التي لم تكتشف. فضلوا يقولوا بقى ده عيد ميلاد وعيد تتويج، وناس تقول ده الزراعه والحصاد، تايهين لغايه دلوقتي. ايه السر ان هي تبقى تتعامد على وجود 3؟ هو الرابع اسمه الاله بتاح، ده اله الظلام، اله الموت، اله العالم السفلي. لو الشمس جت على اله العالم السفلي خلاص. فشفتي العبقريه، هيجي وقت وشمس تيجي عليه علشان العالم ينتهي بقى ويبقى الفراعنه. وبالتالي ازاي حضرتك، وبعدين اقول لحضرتك بالظبط خمسة الساعه 5:37 دقيقه مرتين في السنه. ايه هي اساطير الشر عند المصري القديم؟ احنا كلنا لغايه دلوقتي لو سمعنا كلمه تعبان بقول يما خاف انا بترعب. المصري على فكره كان مقدس التعبين وعبد التعبين، وكتب التعبين دي بالنسبه له شيء مهم جدا. تخيل حضرتك كان بيحبها وعبد 5 انواع من التعبين، 3 اناث واثنين ايه واثنين ذكور. طبعا الكبرى دي معروفه. هو يعني في واحده كانت مشهوره جدا اللي بتاكل الفئران، وكانت في واحده بيسموها وجهه اللي هي حميه راعي، ولذلك ما تشوفش اي ملك الا لما حاطط حيه الكبرى فوق ايه الحقيقيه ايامها. لا مش حقيقيه طبعا. هي المقصود بايه؟ الاله راع كان له يعني، هي دي اللي كانت بتحمي الاله راع اللي هو الشمس. معروف ان الشمس دي كانت عشان تشرق فكانت بتاخد رحله، فاللي كان بيعوقها او بيحميها هي الاله دي. فالملك زيه زي الاله راع عايز برضه حد يحميه، فكان بيحطها على راسه عشان تحميه ضد الاعداء. طبعا حضرتك اتكلمت عن حاجات يعني احنا اساطير وقصص وحاجات جميله اول مره نسمعها يعني، فده يخلي اي حد حابب ان هو يعرف الثقافه ويزور الاثار ويعرف الحضاره. احنا حضرتنا يا فندم بتدرس في كل مكان في العالم، اول صفحه في اي كتاب تاريخ في العالم هتلاقي الحضاره المصريه. ده واللي يقول لك حضرتنا 7000 سنه يبقى بيكذب حضرتك. احنا حضرتنا اكبر من كده بكتير واقوى من كده بكتير. لو حضرتك شفتي مثلا الهرم المدرج بتاع زوسر هتقولي مش ممكن ده مثلا بقى له 5000 سنه، ده اكيد اكبر من كده بكتير. لان يعني المعجزات اللي في الاهرامات دي والمعجزات اللي في الحضاره المصريه، حضرتك لو رحت شفت وادي الملوك ازاي مقبره مثلا 200 متر اتحفرت جوه الصخر، التوابيت ازاي انتقلت، الذهب والمجوهرات اللي اتعملت. انما احنا يعني بدعو من خلال برنامج حضرتك ارجوكم دلوقتي ما يسمى، حتى الامارات دلوقتي فتحت فرع من متحف اللوفر عندها، فشيء جدا. معنى كده ان هذه الدول بدات تهتم بما يسمى بالسياحه الثقافيه. اتمنى ان كل يجي يشوف مصر ويستمتع باثارها وجوها وكل شيء فيها.